تواصل تواصل كل ايامات هذه على الخبز. وين الخبز؟ رانا ما لقيناش خبز. شنو حكايه ازمه الخبز؟ اليوم موجودين في واحده من الكوش الموجوده في كارتاج سالامبو في قلب العاصمه في تونس. هل انه الازمه هذه ما زالت وفات وشنو اسبابها؟ باهي انت هوني تخدم في الكوشه توا. أيه. مرحبا بك، احكي لنا على اللي صاير اليوم. والله اللي صاير توا البريود هذيا احنا مشكلتنا الفارينه من الدوله. ما فماش، احنا عندنا كونتيتي معينه نورمالمون نخدموها، نخدموا فيها كل يوم. نورمالمون زازين المنطقه نتاعنا حتى 8:30 9 مستانس الخبز ما يوفاش. توا البريود هذيا مع البحر ومع زوز كوش هنا سكروهم شدوهم من على الشنيه، معناها فما عندهم مشاكل. شدوهم سكروا علينا زوز كوش، مع البحر يجيوك الخلاعيه ما عادش يقعد الخبز جمعه الجمله، 5:30 6 ما عادش تلقى حتى خبزه. يولي الضرب الكل لهنا، والكوش الاخرين مسكرين يخدموا لك نص نهار ويروحوا. احنا ما نسكروش. هما يسكروا فما كوش يدبر فيروسها، فما كوش اخرين يدبروا فيروسهم ياخذوا الفرينه، فعود يخرجها باكيت يخرجها فرينه يبيعها الباتيسيري ويبيعها لحاجه اخرى يصور بها الفلوس خير. فما ازمه نتاع فرينه؟ الازمه نتاع فرينه موجوده في الدوله. الازمه نتاع الفرينه موجوده في الدوله، على ذاك هذايا هو يساعد ويقول لك خاصه الكوش اللي توا يساعد ويبيع الفرينه وما يبيعش الباكيت، يبيع الفرينه يبيعها شكاره شوف قداش يدبر فيها وكاهو ذاك هو. فما كوش اليوم شفناها وعينت انا على عين المكان ما تبيعش الباكيت، تبيع كان الخبزه ب 400 يقول لك خبز سميد. هذيك الكوش عشوائيه، احنا سنفجيم. احنا نبيعوا هذيا، احنا يلزم ديما هذيا نوفروها والاخرى الثانيه تجي. تو عندنا السميد نبيعوا فيه ب 300 فرنك، اما ديما تلقى هذيا اكثر. معناها اذا كان باش يخرجوا السميد يخرج مع هذيا، ما نخرجوش السميد وحده، خاطر السميد وحده هما بيدو ما يحبوش. كيفاش السميد ب 300 فرنك نبيعوا فيها احنا؟ معناها مش كيما الاخرين ب 400، احنا السميد نبيعوا فيه ب 300 فرنك وما يخرج كان مع الباكيت هذيا، مع الباكيت المدعمه ما يخرجش وحده. هي فما كوش مدعمه وكوش غير مدعمه. هذا متفاهمين فيه. ثم كوش هذه ماهيش مدعمه يقول لك انا الباكيت كي نبيعها ما تساعدنيش نبيعها بحجمها ووزنها الحقيقي. هو خويا الغالي نقول لك حاجه، ريتو راهو معناها شو نقول لك النطاق نتاعهم هذا، معناها نتاع المخابز يلزموا يتعاود، يلزمهم يشوفوا له حل، يلزم يعاودوا هيك يعاودوا يقدوا له اموره، خاطر داخله بعضها ياسر ما تفهم حتى شيء. هذا يتشكى وهذا يتشكى برا، لو شكون الصحيح وشكون الغلط. هذا يقول لك عندي الحق والاخر يقول لي عندي. يلزم الدوله تعاود لهم الهيكله وكل واحد عنده كره شروط وعنده الدنيا، الناس الكل تخدم، حتى الشعب مشى يا خويا. تو الزوالي ما يساعدوش ياخذ 8 خبزات ب 400 و 500 فرنك، يجي لهنا الخبزه نتاع 190 فرنك، 190 فرنك تلقاها كلها صف حتى الغادي تتكون لك الازمه بالشيء هذا. يولي صف وتولي دنيا وتولي هذاك على اعصاب وتولي هذاك هو. هما يوفروا لنا الفرينه، عرفنا ديما يقولنا وفروا لي الفرينه نوفر لكم الخبز. بالنسبه للسميد اللي هو نوعا ما قلت من الدوله ماهوش متوفر ناقص توا الفرينه، نحكيو على الفرينه المدعمه، الفرينه المدعمه بور لو مومون فما حد شيء، ما حد شيء بالسياسه يجيبوا وكها وذاك هو. بمعنى اخر هل انه فما احتكار معناها خلى الازمه هذه تحصل ولا ما فماش فارين؟ هاك تسمع خويا كل مره شادين، ما تسمعهاش تعرف حتى شيء، كل مره تسمع هاو شادين فلان هاوش ما فما، ما عادش تعرف حتى شيء، ما هو الحقيقه نتاع ربي، ما عادش فاهمينها احنا بيدنا ما عادش فاهمين، هل فما احتكار فما عباد تنحي فيه؟ هاو توا الدبوات تسمع فيهم هاو شادوا فيه الزيت المدعم، ودبو نتاع كحول تسمع فيه الزيت المدعم، معناها فما برشا حاجه يلزمها مسيبة ياسر وكا. كما قاعدين تشوفوا متابعينا هاي الفارينة به الكمية هذه قديش تشدك تقريبا؟ هذه الشدة وهذه ممكن نهارين ثلاثة كهو ما يجيبولكش اليوم ما يجيبولكش غدوة تقف هكاهو ما تشدش فارينة ما هذه نتاع نهارين هكاكا نتاع نهارين هكاهو ما يجيبولكش اليوم غدوة تقعد واقف. انت عندك برشا تخدم في الكوشه. أي. متعود ديما عندك النسبه الصغيره هذه ولا ديما متوفر؟ احنا متعودين ديما يجيبوا لنا سلعتنا ديما لهنا، اما البريود هذيا يجيبوا لنا بالسياسه ما هوش قاعدين يجيبونا في سلعه كامله، يجيب لك اليوم يجيب لك 20 شكاره، نهارين ثلاثة ايام اخرين يجيب لك 20 شكاره، الكوتا نتاعك الكل مش تاخذ فيها كامله، تاخذ فيها بالسياسه. والله احنا خويا مش نوصلوا، احنا نحبوا نعيشوا في خير ونحبوا الناس الكل تبدا لاباس والناس الكل في خير، يوفروا لنا هالفارينه العباد ما تقعدش بلاش، بالنسبه لنا احنا كخدامه في كوشه هذيا حتى عرفنا يقول، وفروا لي الفارينه ما نخلي حد بلاش باكيت، وفروا لي بركه، الباكيت ما نخلي، وفروا لي الفارينه ما نخليو حتى، احنا وجينا الكنترول، جينا
الصباح، يجينا في القايله، يجينا في العشيه، يحسبنا القناه ريجلول، قايله القناه الحمد لله، نخدموا بالقانون. اما انت تقولي وتقولي الخبز نحبه 8:30 9، كيفاش نخليه 8:30 9 وانت مسكر لي زوز كوش وعندي بحر بجنبي؟ معناها ما يقعدليش الخبز 8:30 9، هاك شفتوا توا انتم شاريو الاخرين هذاك قداش الوقت توا هاك الاربعه وسبعه، معناها 5:30 ما عادش تلقى عندي حتى خبز. هما ساعات يجيك يقول لك نحب التسعه موجود الخبز، منيش نلقاه الخبز، كيفاش نوفره لك؟ عارفين فين نوفر لك؟ على خير هو يعني النسبه اللي يجيبوها لك تكمل فن. توا انت تجيني تقول لي كل يوم نحبك تخدم كان 10 شكاير، اكثر من 10 شكاير ما تخدمش. تو فين ال 10 شكاير؟ الاربعه 5:30 تاع العشيه، وانت تحبني حتى للتسعه نزيد نحل واحده اخرى تعاقبني عليها. نقعد انا غدوه ناخذ شكاره. سامحني. انت توا تحل شكاره زايده يعاقبوك؟ عندك الكوتا نتاعك تخدمها كل يوم، عندك كيما نقولوا 10 شكاير تخدم 10 شكاير ما تزيدش اكثر من. يعني انت تو جبت 30 شكاره وخدمت 30 شكاره. اي نقعد غدوه وبعد غدوه بلاش شكاير، بلاش فارينا نتاعي، ما عنديش فارينا. اي خاطر انا عندي الحق كان في 10 شكاير كيما نقولوا نطيبهم. انا اليوم عندي الحق، معناها الكوتا نتاعي كل يوم نطيب كان 10 شكاير. اليوم سبحان الله برشا بحر وبرشا دنيا طلبوا اكثر من 10، اذا كان نزيدهم انا 3 شكاير زوج شكاير اخرين نقعد من بعد شكاير نقعد بلاش فارينا. نهارين 3 ايام نقعد ما عنديش، نقعد ناقص السلعه. هذيك هي المشكله، معناها ما نجمش يزيد عليها خاطر الكوتا نتاعه توفى، السلعه توفى ولا يسكر. ما احنا ما ساعدناش نسكر وديما نخدموا الكونتيتي نتاعنا بالضبط ونسكر وكاهو وذاك هو. العباد مرضى في تونس بالقاله والقيله. ما سمى حتى شيء، كل شيء موجود، سبع خيرات. الناس اللي عنده اربع دور ويحب يخدم النهار. اكاهو. سامحني شفنا عباد يعني من الفجاري تشد الصف باش تاخذ خبز. هذوك الناس انتريتيه ما عندهمش خدمه، ما عندوش باش يعمل. مرته تكلفه باش يجيبوا الخبز. النص الليل الخبز موجود في تونس كامله. يعني من الصباح النص الليل الخبز موجود. موجود. في الكوش الكل. الكل. اما بقينا ثم كوش تبيع ب 400 فرنك السميد تدبروها الحصيل وفك الجريفات وكا ما ثم شيء. واللي يشكي ويبكي ولاده يشتحوا في الليل في قمرت ها وهو في القاوي يقمر ولا يلعب في الرمي. سامحني الناس الكل تتشكى من فقدان الخبز يصروا في قمرت. التوانسة الكل من اللي يقوم صباح الخير هو يشكي ويبكي وشيء ما هو عاجبه. التوانسه كان يحلوا فمه ويعطيه العسل يقول لك يحب يقتلني هكا. اي هكا كيفاش مشكيك ولا ديما يتشكى؟ دي عندهم مرض احنا ديما قال لي قلتك والشك والشكيكه. سامحني بيناتنا ما صارتش ازمه نتاع خبز؟ ما فهمش عباد ما لقاش الخبز؟ اي ثم نتاع جمعه من زمان اقل الخبز. تو اعمل طله في الزبله الصباح، اعمل طله في الزبله تلقى الخبز مطيش عارفه. من الصباح لقيت بزاف لغاشي هنا. كيفاش؟ لقيت بزاف لغاشي. بوكو دو مون بور لو بان. انت توا موجوده في الكوشه يعني كل وقت تجي فيه الكوشه تلقى الخبز؟ الخبز متوفر؟ انا نخدم في كوشه الحقيقه نروح بخبز الدار. ايوه فراوك من با يخرج زوز شراول ومن بعد يخرجوا شريون وخاله يتباعوا في ساعه في ساعه اللي يجي ياخذ بالعشره بالعشرين وكل شيء يفاوره. لما ياخذ بالعشرين خبز؟ اي يجي يقول لك عندي ريستورون لازمك تبيع له، يقول له نحن ممنوع زلنا نسقدوك بالخمسه مش نجم يكفي الباقيت الخبز، مش عباره واحد يبات جيعان والاخر يقعد هكاك. عسلامه ولدي. الخبز توا هاو مصلي على النبي في كل وقت وليدي كي نجيو نلقاوه هاو مصلي على النبي الخبز موجود هاو خيرات تربي هلا هاك الايامات يا وليدي الصف يوصل حتى للقهوه. اما توا الحق الحمد لله يا ربي نحمدوك الحمد لله. توا عندها جمعه يمكن هكاك عندها جمعه كيك بدات تتسلك الحمد لله. نجمو نقولوا للتواس الحمد لله ازمه الخبز وفيت ولا بلايس الله اعلم وليدي. انا هذه كوشتي خاطر انا في حومتي دي كان هذه كوشتي وكوش خوانا وليدي ما نعرفش العلم لله وليدي يعلم الله.